كأنه يوم القيامة. المئات في الشوارع يهرولون، والعمارات دون أعمدة، والمنازل بلا حوائط، صراخ الكبار والصغار في كل مكان بحثا عن ذويهم تحت الأنقاض. أحداث مهيبة تولدت معها آلاف القصص الحزينة. ماذا يحدث في سوريا؟ آلاف القصص الحزينة تولدت من رحم هذه المأساة وتبعات الزلزال الضخم الذي ضرب سوريا وتسبب في رحيل وإنهاء حياتي وتشريد المئات. في ظل ظروف إنسانية غير مواتية في الأساس يعاني منها الشعب السوري، فلم يكن القدر رحيما بهم ليتركهم في معاناتهم. أشخاص غطاها ركام المباني المهدمة وعالقون يحاول المسعفون الوصول إليهم نقلوا إلى المؤسسات العلاجية الصحية. حبس أسامة عبد الحميد علي دموعه بينما تعلو جبينه أثار ما حدث له خلال تهدم المبنى الذي يقطن فيه مع عائلته فوق رؤوسهم، ونجوا منه بأعجوبة. ويقول الرجل المقيم في بلدة حدودية مع تركيا بينما يرتدي عباءة شتوية بنية اللون بتأثر شديد لوكالة فرانس بريس: كنا ننام بأمان وإذا بنا قد شعرنا بهزة أرضية قوية جدا. ويضيف من مستشفى الرحمة في بلدة دركوش في محافظة إدلب حيث يتلقى العلاج: أيقظت زوجتي واصطحبنا أولادنا وركضنا باتجاه باب المنزل في الطابق الثالث، وما إن فتحنا الباب حتى سقطت البناية كلها. خلال لحظات وجد عبد الحميد نفسه تحت ركام المبنى المؤلف من 4 طوابق في قريته عزمارين الحدودية، لكن الله الحامي أنقذ حياته وعائلته بأعجوبة. ويقول طبيب الجراحة العامة في المستشفى مجيد إبراهيم لفرانس بريس: الوضع سيء للغاية مع وجود أشخاص كثيرين تحت أنقاض المباني السكنية. في مدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي دمرت كتلة أبنية متلاصقة وسويت بالأرض، بينما بقيت ألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه صامدة فوقها، وتناثرت الفرش والأغطية. وشهد مصور فرانس بريس عمال إنقاذ يحاولون رفع الركام ويعملون على استحداث فتحات عبر استخدام المعاول والمطارق بحثاً عن ناجين، بينما تعمل آليات وجرافة على رفع الأسطح والجدران. عند شعوره بالهزة الأرضية حمل أنس حبش 37 عاماً طفله وطلب من زوجته الحامل أن تجاريه في الركض إلى مدخل شقتهما الواقعة في الطابق الثالث والأخير في مبنى في مدينة حلب شمالاً التي صدعت سنوات المواجهات العسكرية فيها مئات الأبنية. ويقول: نزلنا الدرج كالمجانين بعدما غطيت وجه طفلي بوشاح لحمايته، وما إن وصلنا إلى الشارع حتى رأينا عشرات العائلات، وبدأ البعض الركوع على الأرض وبدأ الصلاة، وثمت من كان يبكي كما لو أنه يوم القيامة. ويقول حبش: لم أشعر بهذا الإحساس طيلة سنوات المواجهات العسكرية، كان الوضع أصعب بكثير من أصوات المواجهات العسكرية. وعلى الرغم من مرور ساعات على الموجة الأولى للزلزال إلا أنه ما زالت مشاعر القلق تدب في قلوب الآلاف في سوريا وتركيا، وفضلوا الوقوف في الشارع في ظل موجة برد قاسية على الوجود في منازلهم، وذلك خشية الهزات الارتدادية التي قد تطيح بمنازلهم في ثواني. وختاماً، فإن قلوبنا مع الشعب السوري والتركي في هذه المحنة التي حلت بهم، حماهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان.